شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية طالت 16 فلسطينيا. قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مناطق في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس وطولكرم، كما اعتدت قوات الاحتلال على المصلين قرب باب المجلس المؤدي للأقصى، وأسفرت الاعتداءات عن إصابة عدد من المقدسيين بالإضافة إلى اعتقال شخصين على الأقل.